صناعة عراقية بعقل عراقي وبسواعد عراقية شبابية. نعلن انبثاق حركة وعي الوطنية لتكون أحد البدائل السياسية التي تسعى إلى إزاحة طبقة الحكم التقليدية التي فشلت وفسدت ولم تنتج لنا دولة ولم تعيد لنا وطنا. التغيير الديمقراطي الذي ندعو له ممكن وممكن جدا إذا ما كان هناك وعي سياسي ووعي انتخابي، وإذا ما كان هناك قدرة وإرادة على صناعة التغيير وتحقيق التغيير المطلوب. تطوير النظام السياسي أحد الأهداف الرئيسة لحركة وعي الوطنية.